بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 26. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها وتصاوير فيها، فرفع رأسه وقال: أولئك إذا مات فيهم أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث في آخر كتاب الجنائز في غاية المناسبة، لأنه يتعلق بالأموات والقبور وما ينبغي نحوها. القبور يجب أن تحترم وأن تصان عن الأذى ولا تمتهن بالمشي أو بإلقاء الزبالات عليها أو التطرق فوقها أو الجلوس عليها، ينبغي أنها لا تهان، لا يجوز إهانة القبور، كما أنه لا يجوز الغلو فيها. الأمران محرمان، الامتهان والغلو، وهما على طرفي نقيض. الامتهان فيه إساءة إلى الأموات وانتهاك لحرمتهم، والغلو فيه خلل في التوحيد والعقيدة، وخير الأمور الوسط. وهذه سنة الإسلام في القبور، أنها تصان، تسور بسور يحفظها ويمنع التطرق فوقها والجلوس عليها وقضاء الحاجة وغير ذلك، وأنها لا يبالغ في رفعها والبناء عليها والكتابة عليها، تجصيصها وإيقاد السرج عليها والشموع المصابيح، لأن هذا من وسائل الشرك وعبادة غير الله عز وجل. فهذا هو الوسط في أمر القبور، الاعتدال، لا تمتهن ولا يغلى فيها. إذا كان كذلك حصلت المصلحتان، مصلحة دفع الأذى عن الأموات، وحصل دفع سد وسائل الشرك عن الأمة. وهدي الإسلام دائما هو الوسط والاعتدال ولله الحمد في جميع الأمور. فالنصارى من عادتهم أنهم يغلون في الأموات حتى يؤول بهم الأمر إلى الشرك وعبادة غير الله، وهذا معلوم عنهم. وكذلك من قلدهم من المنتسبين إلى الإسلام الذين يغلون في القبور، قبور الأنبياء والصالحين والأولياء، يغلون فيها بالفعل، بأن يبنوا عليها ويكتبوا عليها ويجصصوها ويزخرفوها ويضعون عليها الستور والستائر، فقلدوا بذلك النصارى ووقعوا في الشرك كما وقعت النصارى. وهذا الحديث فيه ذكر شيء من أفعال النصارى، لأن الحبشة نصارى،
وكانت أم حبيبة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله عنها ممن هاجر إلى الحبشة، وكذلك أم سلمة أم المؤمنين أيضا كانت ممن هاجر إلى الحبشة، ورأت ما يصنعه النصارى في القبور من الغلو فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض يشتكي من المرض في مرض موته، وهذا أيضا في غاية المناسبة، وهذا من تيسير الله لهذه الأمة أن هاتين الصحابيتين ذكرتا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في المرض خشية أن يغلى في قبره صلى الله عليه وسلم كما عند النصارى، فجزاهما الله عن الإسلام والمسلمين خيرا على ما ذكرتا في هذه المناسبة، إن هذا في غاية الحكمة. ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها في أرض الحبشة، والكنيسة هي معبد النصارى والبيعة هي معبد اليهود في الغالب، والصومعة صوامع للرهبان من النصارى، والصلوات عامة في ديانة اليهود والنصارى والصابئين، قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع، صوامع للرهبان، لهدمت صوامع، لهدمت صوامع وبيع، لهدمت صوامع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ذكر المتعبدات فالصوامع للرهبان والبيع لليهود وتكون للنصارى أيضا، والصلوات عامة لمتعبدات الكفار، والمساجد خاصة بالمسلمين، أهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد، ذلك لأنه لا يجوز هدم محلات العبادة وإن كانت للنصارى ولليهود وللمسلمين، لا يجوز هدم المتعبدات أمكنة العبادة التي يعبد فيها الله جل وعلا، ولو كان يحصل فيها شيء من المخالفة والشرك، هذه المتعبدات الأصيلة، أما المتعبدات المبتدعة كالمشاهد على القبور هذه تهدم، أن هذا لا يقره الإسلام ولم يأذن به الشرع، المتعبدات المحدثة تهدم، أما المتعبدات القديمة لأهل الملل هذه لا يتعرض لها، لا يتعرض لها، يقال لها مارية أو مارية، يعني تسمى هذه الكنيسة مارية أو مارية بالتشديد. وذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ما فيها من الصور وما فيها من النقوش والمبالغات، ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، هذا من باب الاهتمام بهذا الأمر ونصحه للأمة عليه الصلاة والسلام، مع أنه مريض وقد اضطجع من شدة المرض، ومع هذا رفع رأسه صلى الله عليه وسلم فقال أولئك، خطاب للأنثى لأن الذي تخاطبه أنثى، إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا أي متعبدا وصوروا فيه تلك الصور، فجمعوا بين جريمتين، جريمة التصوير وجريمة البناء على القبر، وكلاهما جريمة عظيمة، التصوير محرم، تصوير ذوات الأرواح محرم شديد التحريم، ملعون المصور، والمصور من أشد الناس عذاباً يوم القيامة، التصوير كبيرة من كبائر الذنوب،
لأنه يجمع بين علتين: العلة الأولى أنه وسيلة إلى الشرك، وما كان وسيلة إلى الحرام فهو حرام. فهذه الصور إذا علقت فإنها تعبد ولو على المدى البعيد، كما حصل لقوم نوح لما علقوا صور الصالحين وذهب الزمان الأول وجاء جيل آخر من الجهلة عبدوا هذه الصور. فتعليق الصور وسيلة إلى الشرك، ولا يقال إن الناس يعرفون التوحيد والناس يقال هذا محرم لأنه يؤول إلى الشرك ولو على المدى البعيد، لا يتهاون به ولا يفتح هذا الباب. هذه علة. العلة الثانية أن فيه مضاهاة لخلق الله، المصور يحاول أن يتشبه بخلق الله، يوجد جسما له أعضاء وله عينان وله أنف وله وجه وله يدان وله، يعني يقلد خلقة الله جل وعلا، فيؤذي الله عز وجل: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله. قيل هذه الآية نزلت في المصورين، فالمصور يؤذي الله عز وجل ويضاهئ خلق الله، فجريمته من أشد الجرائم. التصوير حرام لهاتين العلتين العظيمتين: أنه وسيلة إلى الشرك، وما حصل الشرك إلا بسبب الصور. فقوم نوح وقعوا في الشرك بسبب الصور، قوم إبراهيم وقعوا في الشرك بسبب التماثيل والصور التي ينحتونها ويعبدونها، بنو إسرائيل وقعوا في الشرك بسبب العجل الذي صوره لهم السامري فقال هذا إلهكم وإله موسى فعبدوه، ولذلك حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، حذر من التصوير غاية التحذير، لأنه وسيلة إلى الشرك. ولا ينظر إلى الجيل الحاضر وأنه متعلم ويعرف تعلم التوحيد وأنه ما يتوقع منه الشرك في الصور، لأنه يأتي أجيال جهلة فيعظمون هذه الصور ويعبدونها من دون الله عز وجل، وهذا تكرر في الأمم السابقة. ومن الذي يأمن هذا الخطر العظيم؟ والإسلام جاء بسد الذرائع والوسائل التي تفضي إلى الحرام، والشرك أعظم المحرمات، يجب التنبه لهذا. ففيه تحريم التصوير وأنه سبب للشرك. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح، فيه تحريم الغلو في الصالحين، الغلو في الصالحين من الأنبياء والعلماء العباد، يحرم الغلو فيهم. نحن نحب الصالحين ونقتدي بهم ونثني عليهم وندعو لهم ونستغفر لهم، لكن لا نغلو في حقهم ونجعل لهم شيئا من الألوهية، أو نعتقد فيهم أنهم ينفعون أو يضرون. هذا لله عز وجل، هذا لله وليس لغيره. اللي يصنعون التماثيل وينصبونها على المجالس أو الصور المعلقة المرسومة أو الملتقطة بالآلة الفوتوغرافية تجعل في براويز وتعلق، هذا داخل في التحريم والوعيد الشديد، وهو عمل بني إسرائيل تماما وعمل قوم نوح. فلماذا نغالط أنفسنا وهذا يحرمه ديننا ويحاربه غاية المحاربة؟ إلا التقليد الأعمى، لما رأينا الكفار يعلقون صور معظميهم وينصبون تماثيلهم قلدناهم في هذا، هذا أمر لا يجوز. نحن مسلمون نمتثل أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نقلد الكفار، وإن عظموا رؤساءهم وملوكهم وصالحيهم وصوروا صورهم وعلقوها فنحن منهيون عن ذلك، فلا يجوز لنا هذا العمل. هذه ناحية. الناحية الثانية: البنى على القبور، بنوا على قبره مسجدا، فلا يجوز التعبد عند القبر
بحجة أنه رجل صالح وأن الدعاء والصلاة عند قبره لها فضيلة، لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك. وإن كان يعبد الله عند القبر، لا يعبد القبر وإنما يعبد الله، فالمكان لا يصلح للعبادة، هذا المكان عند القبر لا يصلح للعبادة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند القبور، اتخاذ القبور مساجد يعني مصليات، لا يجوز هذا. أما إذا كان يستغيث بالميت ويدعو القبر، هذا شرك أكبر يخرج من الملة. إذا كان يذبح للقبر ويستغيث به، يستنجد بالأموات ويدعوهم من دون الله، فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. وهو الواقع اليوم عند الأضرحة اللي يسمونها مقامات الأولياء، الشرك الأكبر. أما لو اقتصر الأمر على أنه يصلي لله عندها ويدعو الله عندها، فهذا محرم لأنه وسيلة من وسائل الشرك، فهو حرام على كل حال. وهو إما وسيلة من وسائل الشرك إذا كان لا يقصد الميت، أو هو الشرك نفسه إذا كان يقصد الميت بعبادته، وهذا هو الكثير وهو الواقع الآن. اللي ذهبوا إلى تلك الأضرحة وشاهدوا ما يفعل عندها، هو الشرك الأكبر الصريح الذي لا خفاء فيه والعياذ بالله، شرك ظاهر، حيث عبدوا القبور من دون الله عز وجل، وعكفوا عندها وذبحوا لها، تبركوا بها، ولا يعرفون الله عز وجل، ما يعرفون إلا القبور. والمسجد الذي ليس فيه قبر ليس له قيمة عنده، ولا يصلون فيه، وإنما يذهبون إلى المساجد التي فيها القبور. هذا من الفتنة، من الشر العظيم. فلا يجوز العبادة عند القبر، لا بدعاء ولا بصلاة ولا بصدقة ولا غير ذلك، وهذا وسيلة من وسائل الشرك. أما إذا تقرب إلى الميت فهذا هو الشرك الأكبر، وهذا هو الواقع عند كثير ممن ابتلوا بهذه المصيبة، سواء بني على القبر بنية ما يسمى مسجد أو قبة أو ضريح، أو لم يبنى عليه. حتى لو كان القبر في الفضاء ولا عليه بنيان، ما يجوز تذهب إليه لأجل التبرك أو لأجل الدعاء عنده أو لأجل طلب الشفاعة منه أو غير ذلك، إنما تذهب إليه للزيارة فقط، للسلام، السلام على الميت والدعاء له فقط، الدعاء له فقط. وإذا أردت أن تدعو الله لنفسك فإنك تنصرف وتدعو الله في مكان آخر بعيد عن القبر، لئلا تقع في الشرك كما وقع فيه كثير من الناس. هذه مصيبة يجب على المسلمين أن يتنبهوا لها، ويجب على طلبة العلم والعلماء بالذات أن يبينوا للناس هذا الأمر، ولا يسكتوا ويجاملون الناس ويتواكلوا. يجب البيان بالكتابة، بالتأليف، بالخطب، محاضرات، الندوات، المؤتمرات. الآن تعقد مؤتمرات كثيرة، ولكن ما يعقد مؤتمر واحد للتوحيد أو العقيدة، ما سمعنا هذا، ما سمعنا أنهم عقدوا مؤتمر لأجل العقيدة وبيان التوحيد والنهي عن الشرك، مع أن هذا هو الواجب. فالواجب على علماء المسلمين وعلى طلاب العلم أن يقوموا بإنكار هذا والنهي عنه، وإفهام الجهال أن هذا عمل باطل وعمل شركي، وأنهم آثمون في هذه الأعمال لا مأجورون. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجد. لماذا يبنون على مسجد على قبره؟ لأجل أن يصلوا عنده، وهذا هو الواقع. وأول ما بنيت المساجد على القبور بعد القرن الرابع، لما استولى الفاطميون الإسماعيلية من الشيعة، لما استولوا على بلاد مصر بنوا فيها الأضرحة، ثم تمدد هذا إلى البلاد الأخرى، تمدد هذا إلى البلاد الأخرى، ثم جاء التشيع في المشرق والمغرب وعمم هذه الجريمة، وجاء التصوف
وهو أخ التشيع، فساعد على بناء المساجد على القبور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ينكر هذا يعتبرونه من الخوارج، ويعتبرون أنه يبغض الرسول ويبغض الأولياء والصالحين، وأن محبتهم عبادتهم ودعاءهم والاستغاثة بهم هذه محبة للصالحين، يقول محبة للصالحين. أما إذا أنكرت فإنك تبغض الصالحين، هذا اللي يسوله لهم الشيطان. نحن نحب الصالحين ونتولاهم وندعو لهم ونستغفر لهم، لكن لا نعطيهم شيئا من حق الله عز وجل، لا نعطيهم شيء من العبادة، أو نتخذ قبورهم للتبرك وطلب الحوائج عندها، بل هي إنما هي مأوى للأموات، وليس لها أي اعتبار من ناحية أنها تخلق أو ترزق أو تحيي أو تميت أو تدبر أو تنجد المستغيث أو غير ذلك. هم محتاجون، هم فقراء، أموات بحاجة إلى من يدعو لهم وإلى من يستغفر لهم ويتصدق عنهم، هم بحاجة، انقطع عملهم. فكيف الحي الذي يقدر على العبادة ويقدر على الحج والعمرة والصلاة والصيام والعبادة يروح الميت؟ يا سبحان الله، وين راحت العقول؟ يروح الميت رميم في قبره ويطلب منه، ميت عاجز فقير يحتاج إلى الدعاء، يحتاج إلى الصدقة، يحتاج إلى الحج أو العمرة عنه، فهو المحتاج ولا يقدر يعمل لنفسه شيئا، وأنت أعطاك الله القدرة والحياة، وكيف تروح الواحد عاجز ميت فتطلب منه المدد وتطلب منه الحاجة وتطلب منه؟ هو الذي بحاجة إليك، لأنك تقدر على الدعاء، تقدر على الاستغفار له، وتقدر على الصدقة عنه، أما هو فلا يقدر على شيء. أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أي مصلى، مكان سجود، والصلاة عند القبور حرام ولا تجوز حتى ولو لم يبنى مسجد، لأن المكان الذي تصلي فيه يسمى مسجدا ولو لم يبنى. قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. ما معنى مسجدا؟ أنها يصلى فيها، أنها صالحة للصلاة، فالمسجد يعم البقعة ويعم البناء كله يسمى مسجد. فهم جمعوا بين جريمتين: جريمة التصوير الذي هو وسيلة من وسائل الشرك، والجريمة الثانية البناء على القبر. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهدم البناء على القبر، قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم، قال لعلي رضي الله عنه: لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا صورة إلا طمستها، ولا صورة إلا طمستها. القبر المشرف هو المرتفع، سواء ببناء أو بحجارة أو بتراب أكثر من ترابه يرفع علشان الناس يتنبهوا له، هذا مشرف يعني مرتفع، فيسوى ويجعل مثل القبور بحيث ما يعرف من بين القبور، ما يعرف من بين القبور ولا يلفت النظر. لا تدع قبرا مشرفا إلا سويت، ولا صورة إلا طمستها. وهذا هو الواقع في هذا الحديث، لأن فيه صور وفيه رفع القبر، بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، هذا هو الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإزالته، أمر بطمس الصور وأمر بهدم القبر المبني. أولئك شرار الخلق عند الله، دل على أن الذي يصور الصور أنه من شرار الخلق، وإن كان يقول هذا فن أو هذه ذكريات أو مآثر للعظماء، فهو شر الخلق، ما فيها شر منه والعياذ بالله، شر الخلق بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم. أولئك شرار الخلق، فالمصور من شرار الخلق، والذي يبني على القبور هذا من شرار الخلق. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن من شرار الخلق من
تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون المشاهد على القبور. فالمصور والذي يبني على القبور هذا شر الخلق والخليقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه عمل جريمتين عظيمتين يتوصل بهما إلى عبادة غير الله عز وجل. نعم. وقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. نعم، أولئك شرار الخلق، يعني لا أشر منهم، شرار جمع شرير، لا أشر منهم عند الله عز وجل، وإن كانوا عند الناس أنهم محسنون وأنهم أهل فن، المصور يسمونها صاحب فن، واللي يبني على القبر يقولون هذا يحب الصالحين ويعظم الصالحين، فهو عند الناس له مكانة، لكن هو عند الله من شرار الخلق. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. نعم، وهذا حديث عظيم مثل الحديث الذي قبله، وجزى الله المؤلف خير الجزاء حيث ذكره هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض مرضه الذي لم يقم منه بل مات عليه الصلاة والسلام، والنبي بشر يموت، يمرض ويموت، ليس هو من غير جنس البشر كما يقوله الخرافيون، النبي بشر يمرض ويموت ويجوع ويتعب ويؤذى لأنه بشر، وإنما فضله الله عز وجل بالرسالة والنبوة، أما من ناحية الأصل فهو بشر يصيبه ما يصيب البشر، وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. فالذين يغلون في النبي يقولون ما مات، يغلون في النبي الآن يقولون ما مات وإنما غاب ويأتي، ويقولون أنه يحضر حفلاتهم وتجمعاتهم يحضرها ويقومون له إذا جاء بزعمهم، فهذا كله من الكذب والافتراء. فالرسول ميت عليه الصلاة والسلام وقد مات، ولذلك قال الله جل وعلا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. ولما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وحصل بالناس مصيبة، ماذا يفعلون؟ منهم من يقول لم يمت ومنهم من يقول مات، جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه، دخل عليه ونظر إليه فعرف أنه قد مات وتحقق من ذلك، خرج إلى الناس وقال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فعند ذلك علم الصحابة وفيهم عمر رضي الله عنه، علموا أن الرسول قد مات ولا يشكون في ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم أصابه المرض ولم يقم منه حتى مات عليه الصلاة والسلام. قال: وهو كذلك، يعني في شدة المرض. لماذا قال هذا؟ من باب النصيحة للخلق، من باب النصيحة للخلق، وخوفا عليهم من أن يغلوا في قبره صلى الله عليه وسلم كما غلت الأمم من قبلها في أنبيائهم. هذا من نصحه صلى الله عليه وسلم ومن شدة بلاغه للناس عليه الصلاة والسلام. لعنة الله على اليهود والنصارى،
اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله. ما السبب في لعن اليهود والنصارى؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فاستحقوا لعنة الله. فدل على أن الذي يتخذ القبر مسجداً يصلي عنده أو يبني عليه أنه ملعون. ما هو هذا خاص باليهود والنصارى، كل من فعل هذا الفعل فإنه ملعون، وهو يظن أنه محسن وأنه يعظم الأولياء والصالحين، هو ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو متشبه باليهود والنصارى شاء أم أبى. وفي هذا دليل على لعن اليهود والنصارى بمناسبة أفعالهم القبيحة، فيلعنون بمناسبة أفعالهم القبيحة من الكفر بالله عز وجل وتغيير دينه وتكذيب رسوله صلى الله عليه وسلم، يستحقون اللعنة، لعنة الله على اليهود والنصارى، مع أنهم أهل الكتاب، لكن لما لم يعملوا بكتابهم استحقوا لعنة الله وغضب الله عز وجل. لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يحذر ما صنعوا، يحذر صلى الله عليه وسلم أن يفعل في قبره مثل ما فعل اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام وكمال بيانه للناس، وحتى وهو في هذه الحالة وهو يعالج سكرات الموت، يعالج سكرات الموت وعنده خميصة يعني غطاء يضعه على وجهه، فإذا اغتم به كشفه، ويأخذ شيء من الماء يبل به وجهه عليه الصلاة والسلام من شدة ما يقاسي من سكرات الموت. فقال وهو كذلك ما شغله الموت، ما شغله عن النصيحة والخوف على الأمة عليه الصلاة والسلام، فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هل بعد هذا البيان بيان أو هذا التحذير تحذير؟ ومع هذا أبى كثير من المنتسبين للإسلام إلا أن يعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخالفوا نهيه، فيبنون على القبور، على قبور الأولياء والصالحين. وهذا محادة لله ولرسوله. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره صلى الله عليه وسلم. لما مات الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم أين يدفنون الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يدفنونه مع الصحابة في البقيع أو أين يدفنونه؟ فهداهم الله إلى أن يدفنوه في بيته حفاظاً عليه من الغلو، لأنه لو دفن في البقيع ورآه الناس لغلوا في قبره كما غلت اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. فالله حماه عليه الصلاة والسلام، لأنه قال في حياته اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد، فالله استجاب دعاءه وهدى الصحابة إلى أن دفنوه في حجرته التي مات فيها، وهي حجرة عائشة رضي الله عنها، وبقي مصوناً لا يصل إليه أحد ولن يصل إليه أحد بإذن الله، ولا يرى قبره أحد. وهذا من لطف الله في هذه الأمة وحمايته لهذا الدين، فدفن صلى الله عليه وسلم في حجرته، وكانت خارج المسجد، كانت خارج المسجد. فلما وسع المسجد على عهد الوليد بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية، أدخل الحجرة في المسجد، وهذا غلط منه وخطأ لم يوافقه عليه أهل العلم، وإنما هو تصرف شخصي لا يوافق عليه، ولكن القبر ولله الحمد لا يزال في صيانة وفي حفظ وحماية من أن يقع عنده ما يقع عند قبور الأنبياء والأولياء والصالحين.
مع أن من لطف الله عز وجل أن قبور الأنبياء غير معروفة، وليس فيه قبر نبي معروف إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع هذا صانه الله وحماه، فدفنه صلى الله عليه وسلم في حجرته لهذا الغرض العظيم. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. فهذا من لطف الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة أن تغلو في نبيها كما غلت اليهود والنصارى والقبوريون في قبور الأولياء والصالحين. أما من خالف هذا وبنى على القبور فهذا شره على نفسه، وهو الذي يتولى جزاء عمله يوم القيامة. فالحمد لله أن الله صان قبر نبينا صلى الله عليه وسلم وحماه، ولم يحصل عنده ما يحصل عند القبور، حيث إنه صلى الله عليه وسلم دفن في قبر في حجرته بين الجدران ولا يراه أحد، ومصون، وعنده حماية يمنعون الناس من مظاهر الشرك. وجزى الله هذه الدولة خير الجزاء، حيث إنها حافظت على قبره صلى الله عليه وسلم، وجعلت عنده من الحرس ومن الرجال ما يمنعون المخرفين من أن يفعلوا عند قبره ما يفعل عند القبور الأخرى. هذا من تيسير الله سبحانه وتعالى واستجابته لدعوة نبيه، حيث قال صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران حتى غدت أرجاؤه بدعائه في عزة وحماية وصيان. هذا من آيات الله عز وجل استجابته لدعوة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالناس اللي يحصل منهم شيء من الكلمات أو هذا ما هو عند القبر، هذا في المسجد، يحصل منهم هذا الشيء في المسجد وليس عند القبر. القبر ما يصل إليه أحد دون الجدران والأغلاق، لا أحد يصل إليه، وإنما إن حصل شيء من بعضهم فهو في المسجد. نعم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم، وهذا أيضا تابع للجنائز والأموات. عرفنا ما يشرع عند دفنهم وقبورهم، وأنها تصان عن الغلو وعن الامتهان، وكذلك لا يجوز الجزع والنياحة على الميت، بل يجب الصبر والاحتساب، والموت لا بد منه، كتبه الله على العباد، كل نفس ذائقة الموت، سنة الله جل وعلا في خلقه. ويجب على أقارب الميت وعلى أحبابه أن يصبروا ويحتسبوا. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالذي يجزع عند وفاة ميته يصاب بعقوبتين: عقوبة الجزع والتسخط، والثانية أن ميته راح، ما هو براجع، فهو خسر قريبه وخسر الأجر والثواب. أما الذي يصبر ويحتسب فهذا الله جل وعلا يأجره ويعوضه ويخلف عليه خيرا من مصيبته. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أما الجاهلية، والجاهلية المراد بها ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم،
سميت بالجاهلية لأنها ليس فيها كتاب ولا علم. إن درست الرسالات السابقة لبعد ما بينها وبين بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، آخر أنبياء بني إسرائيل هو عيسى عليه السلام، وبينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم فترة طويلة تزيد على 600 سنة. إن درست في هذه المدة آثار الرسالات وفشى الجهل وليس هناك كتاب يرجعون إليه، والتوراة والإنجيل حرفتا وغيرتا لم يبقى شيء، إلى أن تدارك الله الخليقة ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل الله عليه القرآن والسنة، فزال الجهل العام ولله الحمد. فبعد بعثته صلى الله عليه وسلم زالت الجاهلية العامة، لأن عندنا ولله الحمد الكتاب وعندنا السنة، فعندنا العلم، فالجاهلية العامة زالت. أما أن يكون في بعض الناس جاهلية، هذا موجود، يكون في بعض الناس جاهلية أو في بعض البلدان أو في يكون هناك جاهل أو في بعض القبائل جاهلية جزئية، نعم يوجد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. من أمور الجاهلية، فيبقى شيء من أمور الجاهلية في بعض الناس، أما الجاهلية العامة فقد زالت ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء العلم بالقرآن والسنة. فليقول أن الناس في جاهلية، هذا جاهل ما يدري، هذا هو اللي في جاهلية، الناس ليسوا في جاهلية كلهم، وإنما بعضهم يمكن، أما كلهم يقال في جاهلية هذا خطأ وغلط. ليس بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم جاهلية عامة أبدا. وقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا، هذه براءة، هذه براءة من الرسول صلى الله عليه وسلم، تدل على شناعة من يفعل هذه الأشياء التي ذكرها في هذا الحديث. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، لأنهم كانوا في الجاهلية إذا مات الميت فإن النساء تشق الجيوب، تشق ثيابها من الجزع، وتلطم خدودها، تلطم خدودها بالعصي أو بأشياء، أو تخمش وجوهها من الجزع، أو دعوى الجاهلية وهي أن يقول: وفلان وعضداه وظهراه وكذا وكذا، ينادي الميت ويندبه، هذا من دعوى الجاهلية. وهذا ويعم، دعوى الجاهلية تعم كل شيء منسوب إلى الجاهلية فهو من الجاهلية. والله جل وعلا نهى عن أمور الجاهلية في 3 آيات. قال سبحانه وتعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، فنهى عن حمية الجاهلية، وقال لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم ولنساء الأمة جميعا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فنهى عن تبرج الجاهلية ونهى عن حمية الجاهلية ونهى عن حكم الجاهلية: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فكل ما ينسب إلى الجاهلية فهو مذموم، ولا يجوز التشبه بالجاهلية في الأقوال والأفعال. ولما حصل نزاع بين فتيين من الفتيان، واحد من الأنصار وواحد من المهاجرين في بعض الغزوات، حصل بينهما تضارب،
فقال المهاجري: يا للمهاجرين. وقال الأنصاري: يا للأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فلا يجوز للإنسان أنه يدعو بدعوى الجاهلية ويتعصب لقبيلته. المسلمون إخوة كلهم، المسلمون إخوة، لا فضل لعربيهم على عجميهم إلا بالتقوى. المسلمون إخوة، لا يجوز أن الإنسان يعتزي بقبيلته وعلى أخيه المسلم. فكل أمور الجاهلية محرمة. وهذا الحديث ذكر ثلاث خصال: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نعم. أحسن الله إليك. يقول: سيارة مكسيما رقم اللوحة طاء ألف هاء 400، يقول: الرجاء إزاحة السيارة من الباب. أنا قلت لكم: لا توقفوا سياراتكم أمام أبواب الناس. من أراد يوقف سيارته يوقفها مكان غير الباب، لا تضرون الناس وتضيقون عليهم. أعد الإعلام، ما سمعوا. يقول: سيارة مكسيما رقم اللوحة طاء ألف هاء 004، يقول: الرجاء إزاحة السيارة من الباب. نعم، أسرع صاحب السيارة فأزحها عن باب هذا المشتكي. نعم. أحسن الله إليك. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل جبل أحد. نعم، هذا فيه فضل الصلاة على الجنازة والسير معها إلى المقبرة، حضور دفنها، فيه حقان من حقوق المسلمين: الأول الصلاة على ميتهم والدعاء له، والحق الثاني تشييعه وحضور دفنه. وفيه بيان الأجر الذي يحصل على هذا: من شهد صلى على الجنازة وانصرف له قيراط، ومن صلى عليها وحضر دفنها فله قيراطان. القيراط مقدار معروف عند العرب، وهو يسير عند العرب. قيراط وهو ثلث الثمن، قيراط ثلث الثمن، صغير جدا. لكن القيراط في هذا الحديث غير القيراط المعروف عند الناس، لأن أمور الآخرة ليست مثل أمور الدنيا. القيراط الواحد مثل الجبل العظيم، شف أعظم جبل، القيراط في الآخرة مثله. وفي رواية: مثل جبل أحد. جبل أحد هذا أصغرهما، يقول أصغرهما مثل جبل أحد. جبل أحد معروف، جبل عظيم كبير. هذا فضل عظيم في الصلاة على جنازة المسلم وفي تشييعها وحضور دفنها، وهذا من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. وهذا من محاسن هذا الدين، أن المسلمين يحسنون إلى ميتهم فيتولون جنازته ويجهزونه بالتغسيل والتكفين ويصلون عليه ويدعون له ويمشون معه إلى المقبرة ويحضرون دفنه. هذا من فضائل هذا الدين. فالمسلم عزيز عند الله سبحانه وتعالى، حيا وميتا. ففي هذا الحث على الصلاة على جنازة المسلم والحث على تشييعها، وهذا من حقوق المسلم على أخيه المسلم. نعم. فليس المسلم إذا مات انتهى حقه، بل له حق بعد الموت، كما سمعتم من تجهيزه والصلاة عليه ودفنه، وأيضا زيارة قبره والسلام عليه، هذا من حقوقه، والدعاء له بعد دفنه، وكذلك الاستغفار له، الصدقة عنه، كل هذا من ما ينفع الله به الميت بعد موته. ما تنتهي العلاقة بين المسلمين بالموت،
ولهذا يقول جل وعلا: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا فيه دليل على أن المسلم يدعو لإخوانه ويستغفر لهم وإن كانوا في أول الخليقة من آدم إلى آخر الدنيا، المسلمون إخوة، وإن تباعدت الأزمان أو البلدان فهم إخوة، نعم، ولو كانوا أمواتا وأحياء، نعم. صلى الله عليه. كتاب الزكاة يكفي. صلى الله عليه. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: لقد رأيت كثيرا من الناس رجالا ونساء يمشون حول مقبرة النسيم بحجة الرياضة وتنشيط الجسم وتخفيف الوزن، فهل يجوز فعلهم هذا؟ هذول يمشون خارج المقبرة، خارج السور، ويقولون أنه فيه تقوية للجسم، لكن هذا فيه محاذير. أولا يخشى من اختلاط الرجال والنساء، وهذا لا شك في خطره، وفيه مشابهة للذين يطوفون على القبور، فيه مشابهة. يا أخي إذا بغيت تمشى روح للصحراء، اطلع برا تمش، تمش في بيتك في سطحك في، أما أنك تروح تمشى على المقبرة هذا فيه محاذير. فيه أولا المخالطة بين الرجال والنساء، وثانيا فيه التشبه بالذين يطوفون على القبور. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: اهتم كثير من الشباب بالأحداث السياسية والمبالغة في تتبعها في الصحف والقنوات الفضائية، ولا تجد عنده درس في التوحيد، بل ولا يعرف التوحيد. كل هذه من أجل فقه الواقع، فنرجو التنبيه والتوجيه جزاكم الله خيرا. نعم، لا شك أن الواجب على المسلم أن يتعلم دينه أول شيء، تعلم أمور دينه، تعلم التوحيد، تعلم أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، أحكام الصيام، أحكام الحج، كيف يعبد ربه، كيف يؤدي العبادة، هذا أول شيء يجب، وهذا يجب فرض عين على كل مسلم، على كل مسلم أنه يتعلم أركان الإسلام الخمسة وأحكامها حتى يؤديها على الوجه المطلوب. وأما أنه ينشغل بأمور السياسة هو ما يعرف شروط الصلاة، بل لا يعرف معنى لا إله إلا الله، ولا يعرف الشرك الذي يناقض التوحيد أو الذي ينقص التوحيد، ما يعرفه، إنما يسمع بالشرك ولا يدري وش الشرك، يسمع بالتوحيد ولا يدري ما هو التوحيد. وإذا سألته في أمور السياسة إذا هو بحر من العلم قد فاضت جداوله، وش ينفعه عاد إذا صار يعرف السياسة وراح فلان وجاء فلان، وش ينفعه هذا عند الله؟ الواجب على المسلم أن يهتم بدينه، وهو الذي يسأل عنه يوم القيامة، إذا وضع في قبره يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك، فكيف يكون الجواب؟ إذا صار أنه مهمل هذا ومعتني بالسياسة ينفع ذا عند القبر؟ هذا الواجب على المسلم أن يفكر في أمره، ويعرف لماذا خلق وبماذا أمر وماذا يجب عليه، هذا هو الواجب عليه. أما أمور السياسة يتركها لأهل السياسة، هو يبي يصلح السياسة، السياسة لأهل السياسة ما عليه منها ولا كلف بها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: لقد رأينا في المسجد النبوي قبة خضراء على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، واشتبه علينا الأمر، فما حكم ذلك؟ لما في داخلي من الشكوك. لا، ليس فيه شكوك، القبة هذه سطح للغرفة، والغرفة كانت مسقوفة في يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت الغرفة مسقوفة ولها جدران، فهذا في مقام السقف، إلا أن بعض السلاطين، والقبة قديمة هذه ما هي جديدة، هذه يمكن من عهد السلطان اللي قبل صلاح الدين الأيوبي عمرت القبة هذه، وهي غطاء للقبر لا أقل ولا أكثر، إلا أنها جعلت على شكل قبة، وإلا فهي سطح للقبر، فليس في هذا شيء. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: هل الأدلة الصحيحة الواردة في الوعيد الشديد على فعل التصوير تشمل التصوير الفوتوغرافي، حيث إن المصور التصوير الفوتوغرافي يعكس خلقة الله فقط ولا يتدخل في رسم الشفة والعينين مثلا؟ هو إيش يعمل إذن؟ ما هو بيحرك الآلة؟ الآلة هي تشتغل بدون تحريك، وبدون هو اللي يحركها بقصد التصوير، فعمله عمل المصور وإيجاد الصورة، يقصد إيجاد الصورة، اللي يرسم قصده إيجاد الصورة، واللي يلتقط قصده إيجاد الصورة، فكلاهما مع عموم الحديث. الحديث ما فصل، لعن المصورين ولم يفصل، لا اللي يصور بيده ولا اللي يصور بالآلة ولا اللي ينحت التمثال، كلهم سواء، كلهم مصورون. فاللي يخصص الحديث يجيب دليل على التخصيص. نعم. والفتنة بالصورة الفوتوغرافية مثل الصورة، مثل الفتنة بالصورة المرسومة، أو قد تكون الفتنة بالفوتوغرافية أشد، لأنها تأتي بلون المصور وشكله وجمال المرأة وجمال، أشد من الرسم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما رأيكم في هذا البيت؟ وهل فيه شرك؟ أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن ألان بهم شفاعة. لا، ما في شرك، محبتك للصالحين عمل صالح، فأنت توسل بالعمل الصالح وهو حبك للصالحين، ما أنت بتوسل بالصالحين، وإنما توسل بحبك لهم، وحبك للصالحين عمل صالح. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ابتلينا في بلادنا بأن جميع القبور مبني عليها، ولو حاولنا إزالتها لحدث مفسدة عظيمة، فماذا علينا أن نفعل؟ وهل إذا رضي أحدنا فيها فإنه يأثم؟ إزالتها إنما تكون لأهل السلطة، ما يزيلها إلا سلطان، أما دوركم أنتم فهو النصيحة والنهي، نصيحة الناس ونهيهم عن هذا العمل، وبيان إن هذا لا يجوز، وأنه من وسائل الشرك، فوظيفتكم البيان والإرشاد، هذا هو الواجب عليكم. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. أنت ما تستطيع تزيل الأضرحة، إنما هذا لولاة الأمور، لكن تنتقل إلى المرتبة الثانية وهي البيان باللسان، النصيحة للناس بالكتابة في الصحف والمجلات والتأليف الرسائل، هذا واجبك. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما الحكمة من وضع المظلات المتحركة؟ يقول: ما الحكمة في وضع منع وضع المظلات المتحركة في المقابر، وذلك للوقاية من حرارة الشمس، حيث أن الكثير من الناس يحتاج إليها؟ الله أكبر، يعني الشمس ما جت إلا بوقتنا هذا؟ المسلمون يقبرون موتاهم من عهد نوح عليه السلام، والشمس موجودة ولا عملوا هذه الأشياء، فنحن لا نحدث شيء في المقابر لم يعمله السلف، وهذا وسيلة أيضا إلى البناء على القبور. تحدث في الأول مظلة، ثم بعد ذلك قال: والله القبر الفلاني يحتاج إلى من يحط عليه بنية، لأنه شريف ورجل صالح. فإذا فتحنا الباب فالناس لا يقفون عند حد، المقابر تبقى خالية من المظلات ومن كل شيء، تبقى مقبرة. نعم. واللي يروح مع الميت يصبر وله الأجر. نعم. وإذا صار ما يستطيع لا يروح، يجلس ببيته. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما حكم إذا وضع على القبر علامة يعرف بها صاحبه، إما لأجل زيارته أو لأجل أن يعرف بأن هذا قبر فلان؟ العلامة التي لا يعرفها إلا واضعها لا بأس بها، كالحجر، يضع عليه حجر أو يغرز فيه عود أو خشبة صغيرة لا يعرفها إلا هو، هذا لا بأس. أما العلامة التي يعرفها غيره، هذا كالكتابة والرقم، الكتابة والرقم أو الاسم، هذا لا يجوز. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: رجل صلى في مسجد فيه قبر ولم يعلم بذلك إلا بعد الانتهاء من الصلاة أو بعد يوم أو يومين، فهل صلاته صحيحة أم يجب عليه إعادة الصلاة؟ الأحوط أن يعيد الصلاة، الأحوط أنه يعيد الصلاة، لأن هذه صلاة منهي عنها. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور، ونهى عن اتخاذ القبور مساجد، بل لعن من فعل ذلك، دل على بطلان الصلاة عندها، لأن النهي يقتضي الفساد. نعم، لكن هذا ما درى فيعيد الصلاة احتياطا. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: عندما ذكرت أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما من حسن الكنيسة والتصاوير فيها، قال عليه الصلاة والسلام: ثم صوروا فيها تلك الصور الحديث، فهل إدخال كاميرات الفيديو في المساجد هل إدخال كاميرات الفيديو في المساجد يدخل في هذا الحديث؟ نحن قلنا لكم إن التصوير لا يجوز، لا بالكاميرات ولا بالرسم ولا غير ذلك، ولا في المساجد ولا في غيرها، إلا الصور الضرورية التي لا بد منها، كصورة التابعية حفظة نفوس والبطاقة ورخصة القيادة، هذه ضرورية صورها للضرورة، وما عداها لا يصور. وفي المساجد أشد، لأن المعصية في المسجد أشد من المعصية خارج المسجد. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: هل يجوز شد الرحال من أجل الصلاة على الميت في غير المساجد الثلاثة؟ لا، ما يسافر لأجل الصلاة على الميت، لكن يدعو له أو يصلي عليه صلاة الغائب إذا كان هذا الميت له شأن بالعلم، أو أنه ممن لهم مكان في الإسلام، صلي عليه صلاة الغائب ولا يسافر إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسافر إلى النجاشي، إنما صلى في المدينة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: إذا مررت بجوار المقبرة وهي مسورة، فهل أسلم على الموتى؟ نعم، هذا سنة، سنة إذا مررت بالمقبرة أن تدعو لهم وتسلم عليهم وتدعو لهم، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم في المشي مع الجنازة؟ هل يمشي قبلها أم معها أم بعدها؟ ذكر أهل العلم أن المشاة يكونون أمام الجنازة والركبان يكونون خلفها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: ما حكم المشي بين القبور بالحذاء؟ ما يجوز المشي بين القبور أو في المقابر بالحذاء إلا إذا احتاج إليها لوجود الشوك أو الرمضة الشديدة، يلبس الحذاء، لكن لا يدوس على القبور بل يمشي من بين القبور. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: بعض الشركات تضع تماثيل أمام شركاتهم كتمثال النمر والأسد والسمك والهر، فهل في هذا أجر لمن يخلعها أو ينزعها بطريقته؟ لا، النزع إنما يكون للسلطة، لكن إذا رأيتم شيء من هذا فاكتبوا لدار الإفتاء، أو بلغوا الهيئات هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو اكتبوا لدار الإفتاء لإزالتها. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: انتشر في هذا الزمان وللأسف الشديد إقبال كبير من الناس على التصوير واقتناء الصور، حتى أن كثيرا من الناس يحملون كاميرات التصوير معهم في كل مناسبة وفي كل وقت، سواء كاميرات الفيديو أو غيرها، محتجين لفعلهم هذا زيادة على محبتهم لهذا الشيء بفتوى من أفتى بإباحة صور الذكرى، وحيث أن الأمر خطير نأمل من فضيلتكم النصيحة لنا وللمسلمين. لا يجوز للمسلم أن يصور ذوات الأرواح، ما يجوز له يصور ذوات الأرواح، فإن صور فهو يدخل في اللعنة والغضب من الله والعذاب الشديد، وماذا يستفيد
حينئذ إلا الغضب واللعنة والعذاب الشديد. المسلم يترك هذا الأمر ويتقي الله عز وجل ولا يجاري الناس على ما هم عليه. وأما الفتوى إذا كانت الفتوى مخالفة للدليل فلا عبرة بها، لا عبرة بها ولا تنجيك من ما تنجيك الفتوى من العذاب يوم القيامة، لأنها فتوى خاطئة مخالفة للدليل. نعم. وهذا من يعني الفتوى مثل الفتوى بأن التصوير الفوتوغرافي هذا من المغالطة والتحيل على شرع الله، ما يجوز هذا. الرسول يعمم اللعن ويعمم النهي ونحن نقول لا، بعض التصوير حلال لأنه بآلة فوتوغرافية. الرسول عمم ولم يستثني، وشريعته باقية إلى أن تقوم الساعة، جاءت بالعموم تشمل جميع الصور من عهده صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. الذي يخصص بدون دليل هذا غلطان. نعم. ولا يجوز تقليده ولا الأخذ بفتواه. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: إلا ما ذكرنا من الصور الضرورية، هذه لا بأس للضرورة، إلا ما اضطررتم إليه ضرورة، أما غيرها فلا يجوز هذا. نعم. إنما تصوير المناظر الجميلة كالأشجار والأنهار والبحار والجبال اللي ما فيه روح لا بأس به عند جمهور أهل العلم. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: يوجد بعض الصور لدفن الميت وكيف يدفن، وتعلق هذه الصور في المساجد، وكذلك صور لكيفية الوضوء والصلاة وتعلق في المساجد، فما الحكم؟ الحكم أن هذه تمزق، تمزق هذه المعلقات ولا تعلق في المساجد، والمسلمون يعرفون كيف يجهزون الميت وكيف يدفنونه، ويعرفون كيف يصلون وكيف يتوضعون بدون هذه الصور، هذا من العبث. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: واللي ما يعرف يتعلم ويسأل. نعم. يقول السائل: ما حكم ما موقف المسلم عندما يسمع صاحب بدعة عند قبور البقيع يسب بعض الصحابة ويشتمهم، هل يضربه أم ماذا يفعل؟ ما يضرب إلا من كان له سلطة، من كان له سلطة يمنع بيده، أما من ليس له سلطة فليس عنده إلا النصيحة والبيان، أو يبلغ المسؤولين، يبلغ المسؤولين عن ما يجري ويكتب للمسؤولين، هذا هو ما يستطيعه. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: دخلت مقبرة ورأيت بعض الصوفية يبتدعون عند القبر ويتكلمون للميت ويتباكون ويستغيثون به ويقرؤون ياسين، ولكن مع البكاء ويقولون كلمات غريبة ويقولون كلمات غريبة، فقد أنكرت عليهم حتى غضب أحدهم وحدثت بعض الأمور وتجمع كأننا في غير مقبرة، وقد أننا في غير مقبرة. نعم. وقد وطأت الأقدام القبور، فماذا أفعل حيث تكرر هذا وهذا موجود في المنطقة الشرقية؟ بلغ كما ذكرنا، بلغ المسؤولين، بلغ الهيئات، بلغ الإفتاء بما رأيت. أما المنازعة والمناوشة باليد أنت مالك سلطة، هذا ما يصلح، هذا يجر شر وفتنة. نعم. أحسن الله إليك. يقول السائل: انتشر في الآونة الأخيرة بين النساء لبس البنجابي الذي هو اللبس الباكستاني، فما حكم هذا اللبس للنساء؟ اللبس اللي ما يستر المرأة هذا لا يجوز، سواء باكستاني أو غير باكستاني، المطلوب من المرأة اللباس الساتر الضافي الفضفاض غير الضيق الذي يسترها عن الأنظار ويحميها عند خروجها، ولا يكون فيه زينة، ما يكون لباس زينة، وإنما يكون لباساً عادياً لا يلفت النظر. أما اللباس المخالف لذلك فلا يجوز، سواء باكستانياً أو غير باكستاني. نعم. فضيلة الشيخ يقول السائل: هناك كاتب صحفي في إحدى الجرائد المعروفة له مقال أسبوعي ومظهره يدل على الخير، لكن مقالاته مليئة بالحقد والكراهية
للمذهب السلفي الذي عليه علماء هذه البلاد، حتى أنه وصف خالد بن عبد الله القسري بالطاغية لما ضحى بالجعد، كما تهكم بابن القيم رحمه الله لما أثنى. نعم عرفنا عرفنا الكاتب وعرفنا المقالة، وهذا يجب مناصحته، يجب اللي يعرفه يناصحه لعل الله أن يهديه، فإن تمادى فلا بد من الأخذ على يده، إن تمادى لا بد من الأخذ على يده، أما إن تاب وترك هذا الشيء فنسأل الله لنا وله الهداية. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.